هل تذكرون قضية موظفة فيسبوك السابقة فرانسيس هوغن التي حذرت من مخاطر الفيسبوك على الأطفال وعلى أمن المستخدمين، حتى أنها تحدثت عن هذا في الكونغرس الأمريكي، كما أشارت حينها أن فيسبوك تعزز من خطاب الكراهية في العالم. هذا الموضوع لم ينتهي بعد، فضيحة فيسبوك لا زالت تنتشر، فقد نشرت صحيفة وول ستريت جورنال قبل أيام أن منصات الشركة كانت تستخدم لنشر الكراهية الدينية في الهند، قد استهدفت المسلمين تحديداً. وفق تقرير نشرته الصحيفة، فقد ارتفع المحتوى التحريضي على الفيسبوك ضد المسلمين خصوصاً في تموز 2020 بنسبة 300%، خاصة في الفترة التي أتت بعد كانون الأول عام 2019، وهي الفترة التي اجتاحت فيها الاحتجاجات الدينية في الهند. ويقول المستخدمون الهندوس والمسلمون في الهند إنهم يتعرضون لقدر كبير من المحتوى الذي يشجع على الصراع والكراهية والعنف على الفيسبوك وواتساب، مثل المواد التي تلوم المسلمين على انتشار جائحة كورونا في الهند. ورفض المتحدث باسم فيسبوك أندي ستون التعليق على أنشطة الجماعات القومية الهندوسية على منصات الشركة، لكنه قال إن الشركة تحظر المجموعات أو الأفراد بعد اتباع عملية مراجعة دقيقة وصارمة. في الهند يستخدمون نحو 300 مليون مستخدم فيسبوك و400 مليون واتساب، كما استثمرت الشركة العام الماضي 5.7 مليار دولار في الهند والمساعدة في تعزيز الاقتصاد الرقمي الناشئ هناك. إلى هنا وصلنا إلى نهاية بانوراما، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وكونوا بخير.